أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن الأهلي لا يبحث إلا عن حقوقه فقط وتسهيل الأمور على أعضائه، وذلك من خلال قمة إقامة التصويت على لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي على يومين. وقال طاهر خلال الندوة التي عقدها مع الأعضاء بفرع الجزيرة لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي إن كل ما يثار في الفترة الماضية عن أن الأهلي ضد الدولة غير صحيح بالمرة ولا يمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن الأهلي وافق على قانون الرياضة رغم احتوائه على بعض البنود بها عوار، وذلك تقدير للمرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة. وأضاف رئيس الأهلي أن قرار إقامة الجمعية العمومية على يومين جاء من منطلق التسهيل على الأعضاء، خاصة أن هذا الأمر لا يخالف القانون على الإطلاق.